طيب نرجع لدكتور علي، عايزين بقى نتكلم مع حضرتك شوية عن نبوءة هندة من غير ما نحرق النبوءة. تمام. هي الفكرة اللي أنا عايز أوصلها أو هدف الرواية إيه؟ هو أحيانا الحياة بتحط الأشخاص في حتة مش بتاعتهم، يعني هم مثلا بيبقوا عايزين يحققوا حاجة في حياتهم. لا هي على طول بتحطنا في حتة مش بتاعتنا. على طول. تصحينا ساكتين يعني. ما هو بقى دي النقطة، أنت هتسكت ولا هتفضل لغاية ما تموت وأنت راكن بقى أحلامك وراكن كل حاجة ومستسلم للموضوع، ولا بتعافر وتحاول، يعني بتفضل تحاول طول حياتك لغاية ما توصل أو تحقق اللي أنت عايزه. دي يعني حاجة من الأهداف اللي أنا عايزها. تعجبني أفكارك على فكرة في الكتابة، برضو في خطيئة مريم برضو كان برضو هي برضو استسلمت لبعض الأحداث اللي كانت في حياتها، وانت ما كانش ده عاجبك خالص، فهو من هنا جت خطيئتها ان هي وافقت وارتضت ببعض الحاجات اللي هي مش تمام. أصل يعني هي الفكره كلها اللي احنا كلنا فعلا بنتحط، يعني بنبقى عندنا صراع طول حياتنا ما بين الحاجه اللي احنا عايزين نعملها وما بين الحاجه المفروض ما علينا، بين الظروف والضغوط المفروض والاهل علينا، فهي بتبقى والمجتمع كل شخصيه كده. فيها الحاجتين دول. يعني حقيقي ربنا يوفقك يا رب. احنا بنعرض لك اهو الغلاف، وعلى تمام فكره الغلاف عجبني قوي، وانا بشوف كده الحاجات اللي كان بتاعها تمام للدكتور احمد. هو طبعا يعني القصه، في قصه من ضمن القصص بتتكلم برضو عن احنا هنعرض الاعمال كلها دلوقتي ونتناقش فيها سويا، بس جميل جدا يعني التصميم ده حضرتك اللي مختاره؟ لا هو انا لقالي الفكره، بس هم بصراحه هم الدار نفذوها بقى هم حاجه. منفذينها على احنا بصراحه بنشكر الدار عشان مطلعينها حاجه فيها. بعدين انا بحب الغموض، هي ما هي فيها كده نبوءه بقى، مش هنحرق النبوءه بس بعد الحلقه تقول لي. خلاص. بنعرض لحضرتك اهو الطفل يا دكتور احمد عماد. ايوه الطفل اللي حضرتك قلت عليه مالك اللي هو النوبي، ودي بعض صور من الرواية اللي هو الجزء الثالث. أيوة. وعلى فكرة عايزة أقولك منفذينها بطريقة جميلة وعجباني جدا وفيها روح كده، يعني أنا حاسة إن الصور متنفذة بطريقة جميلة جدا. أنا عايز أقولك إحنا ركزنا في الرواية دي لأن هي واخدة إطار ليه دعوة برضو بالعزة أو بفكرة العنجهية أو اللي هي فكرة الغرور. فكان اللون الأصفر ده التركيز، أو اللون البرتقاني كمان، كل اللون طبعا ليه دلالة والستايل الرسم كان واخد ستايل اغريقي شويه، حاولت اقربه شويه للبابلي لان هو برضو كان فيه تيمه متعلقه بالملك النمرود في القصه، فحاولت اخليها هي السائده يعني في الرسومات وكده. ممتاز. معظم الرسومات طبعا معموله بالاي اي، معمول عليها تحسين شويه بس معموله كلها بالاي اي. وخطيئة مريم اللي هي الرواية بتاعت حضرتك اللي هي القديمة هي موجودة برضو معنا، وفي أستاذة منا المحاكمة وسيدة في أي بي. تمام. وعندنا كمان الحل عند المأذون، هنعرف منك دلوقتي الحل عند المأذون ليه بالظبط. ودي برضو بعض الصور من روحاني، وبعدين دي اعمال الكاتبه استاذه منى بيبرس ابن الجيران. ابن الجيران دي المجموعه القصصيه اللي انا نزلتها الاول. أيوة. هي بتتعمل دلوقتي مجموعه منها مسموعه ما شاء الله، وبتاعه دي اتعملت مسلسل نزل في رمضان اللي فات برضو على اليوتيوب. كان حلو بطولة جدا. أستاذ كريم الحسيني وأستاذ عمرو عبد العزيز وسهام جلال ومجموعة من الشباب، ودي مسرحية العفريت. مسرحية لذيذة صغيرة كده. ودي برضو ده دي صورة لمالك، دي صورة ده الولد مالك. اللي هو النوبي. دي صورة واحدة من الصور في القصة. ده صورة إبراهيم، ده برضو أحد من الشخصيات المساعدة يعني في القصة. دي برضو أحد الصور بتمثل أجزاء من المخيلة بتاعت مالك، وده مالك نفسه. دول أكيد ناس هتعرفهم يعني، بس هي إيه حاسبها مبهمة شوية في القصة. سوريا حبيبتنا طبعا. أيوة. اللي موجودة طول القصة. أيوة. برضو دي انا مش هقول اللي ايه، اللي هيقرأ الجزء الثالث مش هيفهم قوي، لازم يجيب السلسلة من اولها، لازم نسمع نقرأ الاولى والثانية والثالثة. مرتبطين ببعض قوي للأسف. الثالث انا حاطط فيه حاجات مرتبطة بالجزئين اللي فاتوا، فعشان كده ايه هنضطر نقرأ بقى اللي فات عشان نخش في الجديد. وسيتو موجود يعني. طبعا سيتو طبعا. ده الجوكر بتاعنا. طبعا ربنا يوفقك يا رب. المحاكمة وسيدة في اي بي الأستاذة منة طلاب ابراهيم، ربنا يوفقك. والحل عند المأذون، لازم نعرف موضوع الحل عند المأذون ده دلوقتي. انا مصممه. دي القصه القصيره بتاعت جيرمايا. دي قصه انجليش اصلا.
ابن الجيران بتاع الاستاذه منى بيبرس وشروق بلا غروب، ده من ضمن المجموعه القصصيه. لا دي روايه نازله لوحدها وده بيت عجيب على فكره. الروايه دي هتبقى جميله جدا، اللي هي بتاعت بيت عجيب دي كمان فيها حاجات حلوه، وكمان ان دلوقتي الشخصيات اللي طالعه تتكلم الشخصيات التاريخيه هتخلي حتى عندهم وعي. انغام على وتر الحياه دي كنت عملنا حلقه انا والدكتور احمد عماد في شهر واحد، كانت عن معرض القاهره الدولي للكتاب، وجاب لي مجموعه كتب كتيره جدا، شنطه كبيره شنطه سفر ومالينا اربع ترابيزات تقريبا في القناه. فمن ضمن الحاجات اللي تناولناها كانت فعلا انغام على وتر الحياه بتاعت حضرتك، وشكر فيها جدا جدا وقال ان هي حاجه ممتازه، ربنا يوفقك يا رب. طيب نرجع للدكتور علي، قول لي في مشاكل واجهتك اثناء النشر؟ بصي، هو المشاكل عامه في حوار اللي انت الفكره يعني اللي انت تكتب دلوقتي، لكن بصراحه الدار لما قررت انشر مع دار كتبنا لا سهلوا لي يعني، كان في تسهيلات بتبقى مطمن وانت بتنشر معاهم بصراحه. طب ازاي عرفت انك عندك موهبه الكتاب؟ جت معاك ازاي؟ بص انا بكتب من 2017 تقريبا، بدات اكتب من 2017. انا شايف ان الكتابه افضل وسيله للتعبير عن مشاعر وافكار الشخص والضغط وعن المجتمع اللي انت عايش فيه وعن العالم، تنفيس وبتقول ارائك وافكارك بطريقه مترجمه على الورق. حضرتك متفق معانا يا دكتور في الكلام ده؟ لان هو انا لفتره كبيره من حياتي مثلا يمكن لغايه جامعه كنت بستخدم الكتابه كنوع من انواع التنفيس او الكتابه العلاجيه، ان انت برضو في نفس الوقت ايه بتبقي عايزه عندك فكره او هاجس معين او عندك ستريس بقى من الحياه او من الشغل والدراسه او كده، فبتبقي يعني عايزه تفضي الاستريس ده بطريقه معينه، سواء بقى كتابه، في ناس بتلجا مثلا حسب الهوايه. في اساليب فنيه كتير طبعا، بس من ضمنها الكتابه بالنسبه لي دي اللي انا حسيت انها اعمق حاجه طبعا الكتابه. ربنا يوفقك. الله يخليك. استاذه منى، كنت عايزه اسال حضرتك مين شجعك في مشوار النشر؟ هي جت معايا بالصدفه بصراحه. كان في دار نشر عامله حاجه مسميينها كانوا دوري للكتاب، انا رحت قدمت فيها، وبعد يعني انا كنت خلاص كبرت وحاسه انه لا ما فيش امل يعني، بس لما رحت هناك وكنت فعلا لقيت نفسي اكبر واحده في الشباب اللي كانوا موجودين كلهم 18 و19 يعني اصغر من ولادي، بس هناك شجعوني، وكانت لجنه التحكيم هناك مجموعه جميله جدا. حسيت انه ليه لا يعني، الناس بره بتبدا حياتها ممكن بعد 65 سنه. هو انا ما يعني كنت مشغوله بقى. كان حضرتك صغيره يعني كدا. لا مش صغيره. عشان بس اطفالك ما شاء الله يعني كبروكي يعني شويه. يعني انا عندي ابني الكبير اتخرج من الجامعه وبنتي في ثالثه جامعه. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. عندي اثنين صغيرين صحيح ما شاء الله. ربنا يحفظهم يا رب. ربنا يوفقك. طيب كنت عايزه اسال حضرتك، هل في موضوع الحل عند المأذون دي كانت روايه؟ هي روايه صحيح؟ هي روايه. ايه موضوع الحل عند المأذون يعني؟ احكي لنا بقى. طيب هي رواية الحل عند المأذون هي رواية اجتماعية نسوية يعني، هي المهتم بقى بمشاكل ملاحظة انك ميالة قوي للسيدات يعني، السيدة في اي بي. هو الحقيقة هو في الثلاث كتب هو المحور الرئيسي هو المرأة. هي بتتكلم عن مشاكل المرأة بشكل مختلف في سياقات مختلفة. يمكن الحل عند المأذون هو شوية من الاسم مرتبطة بفكرة الزواج. الزواج والانفصال والمشاكل الأسرية والعنف ضد المرأة، فهي يعني كومبو الحقيقة. يعني مش بس الحل عند المأذون هما يتجوزوا، لا يعني لو مفيش راحة نفسية أو مفيش تراضي بين الطرفين خلاص يبقى في حل برضو ان هما ينفصلوا ويبدأوا حياة جديدة مع ناس تانية.